السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم سالي محمد، فرقه تانية علاج طبيعي. النهارده هنبدا في المحاضره التانية من ماده السيرابيوتيك. المحاضره سهله وبسيطه يعني ان شاء الله. مش حابه اطول عليكم اكتر من كده. احنا محاضرتنا النهارده بعنوان التايبس اوف جوينت اند باسيف رينج اوف موشن. في المحاضره دي هنتعرف على التايبس اوف جوينت، الرينج اوف موشن يعني ايه باسيف رينج اوف موشن، وهنختم محاضرتنا بجهاز السي بي ام. بداية لازم نتعرف على ال definition of a joint. يعني ايه joint؟ بيقول لي it is the place of junction or the articulation between two or more bone. يعني ده المكان اللي بيحصل عنده ال junction او بتتقابل عنده عظمتين او اكتر. طيب عرفنا ال definition، نبدأ ناخد انواع ال joint. احنا عندنا تلات انواع، قسمنا الجوينتات في جسمنا لتلات انواع. اول نوع عندنا وهو ال immovable joint، الجوينت اللي مش بيسمح بالحركة، الجوينت ما بيحصلش عنده حركة خالص. التاني مثال عليه اللي هو ايه؟ السوتشر اوف ذا سكال، زي ما احنا شايفين هنا في الصورة التو بون اتقابلوا عملوا الجوينت. الجوينت ما بقاش بيسمح بالحركة، يبقى ده اسمه ايه؟ immovable joint. طيب اللي بيعمل لي السوتشرز، اللي بيعمل لي السوتشرز او اللي بيعمل لي الجوينت دي ايه هما في السكال؟ قال لي الفرونتال بون، البرايتال بون، التيمبرال بون، والاوكسيبيتال بون. يبقى البونز دي بتتقابل مع بعض، بعد كده بتعمل الجوينت، بتمسك في بعض، ما بتسمحش بالحركه. يبقى ده ايه؟ اصنفه ان هو immovable joint او الجوينت اللي ما فيهوش حركه. طيب تاني نوع عندي وهو السلايتلي موفابل جوينت، ده الجوينت اللي بيسمح بحركه بسيطه. زي ايه؟ قال لي زي الانتر فيرتبرال ديسك، اللي هو احنا بنشوف في الفيرتبرال كولم في بيحصل حركه بسيطه جدا. الانتر فيرتبرال ديسك او اللي بنقول عليه الكارتيليجينس ديسك، هي كارتيليجينس ديسك بتوين ذا فيرتبرا، بيسمح بايه؟ بيسمح بحركه بسيطه. بصنفه ان هو نوع ايه؟ سلايتلي موفابل جوينت. يبقى احنا بنبدا الاول من الاقل للاعلى. اول حاجه الجوينت ما بيسمحش بحركه خالص، تاني حاجه الجوينت اللي بيسمح بحركه بسيطه، تالت حاجة عندي وهو تالت حاجة عندي اللي هو الفريلي موفابل جوينت، اللي بيسمح بقى بحرية الحركة. زي ايه؟ زي مثلا الشولدر جوينت، زي الهيب جوينت. دي تقريبا معظم الجوينتس في جسمنا بتكون من النوع ده. وقال لي مثال عليه هو الساينوفيال جوينت. الساينوفيال جوينت ده مثال عليه. الفريلي موفابل جوينت بيسمح بحرية الحركة، يعني بيسمح بحركات ايه مثلا؟ بيسمح مثلا بفليكشن، اكستنشن، بيسمح بروتيشن، بيسمح حركات الابدكشن اللي هي الحركات اللي احنا عارفينها. يبقى اللي هو بيسمح بالحركات اللي احنا عارفينها دي، يبقى ده يصنف ان هو فريلي موفابل جوينت. على عكس طبعا اللي فوقيه ان هو واحد ما بيسمحش بحركه خالص وواحد تاني بيسمح بحركه بسيطه جدا. احنا خدنا طبعا هنا الفريلي موفابل جوينت زي الساينوفيال جوينت، فهناخد بقى الساينوفيال جوينت ونتكلم عليه شويه. السينوفيال جوينت these are freely movable joint، يعني بيقول لي ان الجوينت ده بيتحرك بحريه زي ما احنا لسه قايلين، وبيسمح بحركات مثلا زي فليكشن اكستنشن وما الى ذلك. والموست اوف ذا بودي اوف ذا بودي جوينت ار سينوفيال تايب، يعني معظم الجوينتس في جسمنا نوعها سينوفيال جوينت، وده طبعا عشان تسمح بحريه حركه كبيره. طيب ايه هي المين كاركترستكس اوف الساينوفيال جوينت اللي يخليني ابص على الجوينت ده اقول اه ده ساينوفيال جوينت؟ وعندنا مثال هنا اللي هو الني جوينت، وده مثال طبعا لساينوفيال جوينت، وهنفسر عليه دلوقتي كل حاجه. اول حاجه لازم يكون موجود عندي articular cartilage، لازم يكون عندي articular cartilage. يعني مثلا الجوينت ده متكون من تو بونز، التو بونز اتقابلوا مع بعض، كل بون الاند بتاعتها لازم يكون موجود عندها كارتليج. والكارتليج ده بيبقى نوعه ايه؟ سموث هايلاين كارتليج. يبقى الكارتليج ده نوعه ايه؟ هايلاين كارتليج، زي ما احنا شايفين هنا في الصوره. موجود عندي هنا الارتيكولار كارتليج مغطي التو اندز بتاعت البون، وده اللي هو ايه؟ بيقلل الفريكشن، بيقلل الفريكشن ما بين البونز. يعني احنا مش عايزه التو بونز يحتكوا مع بعض، فربنا سبحانه وتعالى خلى ان في ايه؟ في كارتليج بيمنع احتكاك التو بونز مع بعض. طيب نسكت؟ لا لسه في من بره
حاجة اسمها احنا كنا بنعتبرها من ايه، من السبورتنج ستراكشر. موجودة عندنا كبسول بنقول عليها ايه، الجوينت از كومبليتلي انكلوزد، يعني الجوينت متغطي من بره او موجود عليه من بره. باج لايك كابسولار ليجامنت، يعني في كبسول من بره قافل على الجوينت ماسك بصوا بيبقى عامل كده، بيبقى ماسك البونز اللي مكونه الجوينت، فانا بقول عليه سبورتنج ستراكشر، بيساعد على الاستابيليتي يعني. فاهو الكبسول هولد الجوينت توجذر، يبقى اول حاجه من اللي بيعملها الكبسول ان هو سبورتنج ستراكشر عادي، هولد الجوينت بتاعي توجذر. تاني حاجه ان الكبسول الانر لايننج بتاعه بيكون عباره عن ساينوفيال ميمبرين. الساينوفيال ميمبرين ده عندي اللي بينتج ساينوفيال فلويد. فبقول برضو على الكبسول ان هو هيلب تو كونتين ساينوفيال فلويد. يبقى تاني حاجة عندي ان الجوينت بيكون متغطي من بره بالكبسول. الكبسول ده بيعمل ايه؟ بيهولد الجوينت توجذر، يعني بيخلي الجوينت بيعمل ستابيليتي، بيمسك الجوينت مع بعضه. اند هيلب تو كونتين ساينوفيال فلويد لان الانر لايننج بتاع الكبسول بيكون ساينوفيال ميمبرين اللي هو بينتج ساينوفيال فلويد. تالت حاجة عندي ال presence of synovial fluid، يعني وجود synovial fluid. احنا لسه قايلين ان synovial membrane بيطلع فين؟ بيطلع synovial fluid which lubricate ال joint. ال synovial fluid ده احنا بنقول عليه عامل زي الزيت، كأنه بيشحم كده، اللي هو انا قللت الفريكشن مثلا ما بين التو بونز بان انا حطيت كارتليج. طب انا عايزه برضو اقلل الفريكشن ما بين التو كارتليج، عملت ايه؟ حطيت synovial فلويد اللي هو ايه اللي بريكيت الجوينت، يعني كأنه بيشحم الجوينت وبيساعد برضو على الحركة. رابع حاجة وهي ان البون اتاتشد اند هيلد توجذر باي سترونج توف ليجامنت، يعني الجوينت عندي بيبقى التو بونز مثلا، تو بونز هي اللي عاملة الجوينت، بتكون ممسوكة مع بعضها بليجامنت، والليجامنت ده بيكون متكون من ايه؟ من دنس كونكتيف تيشو. دنس كونكتيف تيشو بيقول لي الليجامنت دي بتمنع الديسلوكيشن ديورينج النورمال موفمنت، يعني مثلا زي ما احنا شايفين هنا في ده الهيب جوينت. لو الهيد انا بعمل الموفمنت بتاعتي بحيث ان الهيد بتاعت الفيمر بتتحرك لورا، مش ممكن والهيد بتاعت الفيمر بتتحرك لورا لو الحركه جامده او كده يحصل لها بوستيريور ديسلوكيشن؟ ممكن. طب ايه اللي بيمنع البوستيريور ديسلوكيشن ده؟ ان انا مثلا عندي ليجامنت وعندي كبسول كمان، بيمنع ان الـ الجوينت ده يحصل فيه ايه؟ فيه يحصل فيه ديسلوكيشن. يبقى البون دي also attached and held together by strong tough ligament ومكونه من connective tissue، والليجامنت prevent the dislocation during normal movement. خامس حاجه عندي وهي الارتيكوليتنج سيرفيس بتاعت البون reciprocally shaped، احنا هنلخصها في كلمه convex concave. convex concave يعني الجوينت كانه بيكمل بعضه، يعني الهيد بتاعت الاند بتاعت بون بتبقى كونفكس، يبقى الاند بتاعت البون التانية تكون كونكيف عشان يكملوا بعض. طيب احنا اتكلمنا اول حاجة على الجوينت، عرفنا الديفينيشن، عرفنا انواع الجوينتات، عندي الموفابل، عندي السلايتلي موفابل، وبعد كده عندي الفريلي موفابل جوينت، وقلنا مثال على الفريلي موفابل جوينت اللي هو الساينوفيال جوينت. طيب احنا اتكلمنا شويه عن الساينوفيال جوينت وعرفنا ايه الكاركترستكس بتاعته، هنبدا نقسمه لانواع. طيب انا لما اجي اقسم الساينوفيال جوينت الانواع هحتاج ايه؟ هحتاج اعرف ايه اسم الجوينت ومثال عليه وبيسمح بالحركه في كام بلين، بيسمح بالحركه في كام بلين. هنبدا باول نوع عندي في الساينوفيال، في التايبس بتاعت الساينوفيال جوينت اللي هو بول اند سوكت. وليه بسميته البول اند سوكت؟ لانه بيبقى شكله عباره عن كوره، والسوكت اللي هو الكوره بتتحط فيه، زي عندي هنا الهيب جوينت، ومثال عليهم الهيب جوينت والشولدر جوينت. يبقى البول اند سوكت عندي المثالين دول عليه. طيب انا عندي مثلا في الشولدر بيسمح بكام حركه؟ بيسمح بحركات ايه؟ بيسمح عندي انا بعرف اعمل فليكشن، بعرف اعمل اكستنشن، internal rotation، external rotation، بعرف اعمل abduction، adduction، يعني الشولدر جوينت بيعرف يعمل كل الحركات. فقال لي هنا ايه؟ اتقال له freedom of movement in all direction،
يعني بيسمح بحرية الحركة في كل الاتجاهات. يبقى أول حاجة عندي في ال types of joint اللي هو of synovial joint اللي هو ال ball and socket. تاني نوع عندي اللي هو ال hinge joint، أو احنا بنقول عليه اللي هو عامل زي رزة الباب أو الباب ذات نفسه. الباب بيعمل ايه؟ الباب يا إما بيتفتح يا إما بيتقفل، يبقى الباب يا بيتفتح يا بيتقفل. طيب المثال على ال hinge joint ده ايه؟ الإلبو، يا إما بيعمل flexion يا إما بيعمل extension. الباب بيتفتح بيتقفل، يبقى كده ايه؟ كأنه في one plane، يعني في مستوى واحد بس. طيب الإلبو joint سيبنا من الباب بقى خالص، نركز بقى على الإلبو joint. الإلبو joint بيعمل ايه؟ flexion extension، يعني بيسمح بالحركة في اتجاه واحد، أو مش في اتجاه، في بلين واحد بس. يبقى ال hinge joint ده بيسمح بالموفمنت، it permit الموفمنت in one plane زي الإلبو joint و knee joint. طيب يعني هو في كلمة بسيطة كده على الني جوينت، وهو ان انا مش بقول على الني جوينت هنج جوينت على طول، لا انا بقول عليه موديفايد هنج جوينت. اشمعنى؟ لان الني جوينت مش بيسمح بحركة في وان بلين بس، ده بيسمح بالحركة في تو بلينز. ازاي بقى؟ احنا كده هنتلخبط، لا مش هنتلخبط ان شاء الله. الني جوينت زي ما احنا عارفين بيعمل الفليكشن وبيعمل الاكستنشن عادي. طيب يبقى كده عندي وان بلين، يبقى دي حركة في وان بلين اللي هو الفليكشن والاكستنشن. طيب الحركه الثانيه ايه اللي بيسمح بيها الني جوينت؟ لما كنا بناخد في البايو ميكانكس ان انا ان الني بيحصل فيها لوك للني، الني بتقفل، كان بيحصل عندي lateral rotation of tibia on femur، يعني انا باجي اقف على رجلي خلاص كده عشان تستحمل وزني، التيبيا بتعمل lateral rotation على الفيمر. فانا هنا في الني جوينت عندي حصل ايه؟ حصل lateral rotation. وبرده بيحصل عندي بعد كده بقى اللي هو حاجات تانية اللي هو الميديال روتيشن. الملخص هنا اللي احنا عايزين نعرفه ان الني جوينت عمل فليكشن وعمل اكستنشن، يبقى ده يعتبر وان بلين. عمل ميديال ولاترال روتيشن يبقى ده بلين تاني. فانا مش بقول عليه هنج جوينت على طول، بقول عليه موديفايد هنج جوينت، ان انا بس ايه زودت عليه حركة. تالت نوع عندي وهو الجلايدنج جوينت، او احنا بنقول عليه الزحلقة، انا بعتبره زحلقة. ليه؟ البونز عندي بتتزحلق على بعض لما باجي اعمل الحركه. زي مثلا عندي هنا في الصوره اللي تحت على اليمين، او هنقول الاول مثال، المثال على الجلايدنج جوينت اللي هو الكاربال بون اللي موجوده في الهاند والتارسال بون اللي موجوده في الفوت. قال لي هنا ان الجوينت ده بيسمح بليميتد اماونت اوف موفمنت، يعني بتسمح بحركه بس الحركه بتكون بسيطه. طيب هنجيب المثال عليها اول حاجه اللي هو الكاربال بون اللي موجوده في الهاند، الصوره اللي على اليمين تحت. هنركز بس على الاسهم اللي هنا، يعني دي مخبيها اهو. الاسهم عندي لما بعمل مثلا الريديال او الالنر ديفيشن، بلاقي الاسهم عندي هنا تحت يمين وشمال يمين وشمال. طيب الحركه دي يعني الاسهم دي بتشاور على الحركه بتاعه الكاربال بون، يبقى الكاربال بون بيتحرك عندي هنا يمين وشمال. لما تلاقوا ان لما تتابعوا الحركه دي هتلاقوا ان البونز بتتزحلق على بعض، عشان كده انا سميته جلايدنج جوينت. نوضح اكتر هنا اهو، اما اللي بيحصل الانر او ريدال ديفيشن بلاقي بقى البونز يا اما بتتحرك كده يا اما بتتحرك كده، يعني البونز هنا اهي بتتزحلق على بعض. البونز بتزحلق ايه؟ على بعض. رابع نوع عندنا هو البيفوت جوينت او البيفوت جوينت، مثال عليه اللي هو ريديو النر جوينت. عباره عن ايه؟ عظمه بتلف على عظمه تانية، يعني عظمه بتلف على عظمه. زي ايه؟ زي الجوينت الموجود اللي هو ما بين الريديوس والالنا. الاند بيقول لي هنا في الجوينت ده، مثال عليه اللي هو ريديو النر جوينت، بيقول لي الاند اوف وان بون روتيت اراوند اكسس اوف انذر بون، زي بقى الريديوس. يعني بمعناه ان ال اسمها ايه دي، الريديوس بتلف حوالين الالنا، الريديوس بتلف حوالين الالنا، يعني الاند اوف وان بون اللي هي الريديوس اراوند الاكسس اللي هو الخط اللي في النص ده بتاع الالنا. تمام. فبيقولي ان الحركه دي بتعمل ايه؟ التيرن الهاند انورد اند اوتورد، اللي هو يعني بتعمل سوبينيشن وبتعمل برونيشن. يعني ملخص الكلام ده كله ان عظمه بتلف على عظمه، فاللي هو زي ايه الريديوس بتلف على الالنا، فبتعمل ايه؟ بتعمل حركه الهاند، بتخلي حركه الهاند يا اما في السوبينيشن يا اما في البرونيشن اللي هو الريديو النر جوينت هنا. هنا
خامس نوع عندي وهو الكوندايلويد جوينت، مثال عليه اللي هو الميتاكاربوفالنجيال جوينت، الموجود ما بين اهو الميتاكاربال بون اللي هو اللي معمول عليه بالاحمر هنا، ما بين الميتاكاربال بون والفالانجيال، الفالانجيال بون بقى الفالانجيال سوري. ماشي، هو بيتكلم هنا على الميتاكاربوفالنجيال، يعني انا بتكلم دلوقتي على حركة الصوابع. طيب في الكوندايلويد جوينت ده بتكلم على حركة الصوابع. طب انا صوابعي بتقدر، الفينجرز بتاعتي بتقدر تعمل حركات ايه؟ بقدر اعمل بيها فليكشن، بقدر اعمل فيها اكستنشن، بقدر اعمل ابدكشن ادكشن والسيركمدكشن. سيركمدكشن يعني اعرف صباعي يلف حوالين نفسه كده، يبقى دي حركة السيركمدكشن. يبقى الكوندايلويد جوينت مثال عليه اللي هو الميتاكاربوفالنجيال جوينت، وبيسمح بيه حركات اللي هو فليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن والسيركمدكشن. سادس نوع عندي وهو السادل جوينت، وهو الجوينت ده موجود واحد منه بس في الجسم شبه الكوندايلويد كده. طيب ايه هو بقى الجوينت ده؟ الجوينت ده موجود عند الكاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثامب. يعني ايه؟ اهو في الصورة عندنا هنا ما بين الكاربال بون، ما بين الكاربال بون والفيرست ميتاكاربال اللي هو الميتاكاربال اوف ذا ثامب، بيسمح بحركات ايه؟ الحركات هي الباك، الفورس، الاب، الداون، ويظهر هنا في الصورة اكتر زي ما احنا شايفين. ده اللي هو السادل جوينت، بيسمح بحركات ايه؟ بيسمح بحركات الفورس والباك والاب والداون، دي الحركات اللي بيسمح بيها السادل جوينت. هننتقل على جزئية جديدة وهي جزئية الديجريز اوف فريدم. يعني ايه ديجري اوف فريدم؟ يعني انا بقول على الجوينت ده بيسمح بالحركة في كام بلين. يعني مثلا هندي مثال، الالبو جوينت بيعمل حركات ايه؟ بيعمل الفليكشن وبيعمل الاكستنشن. يعني بيتحرك في كام بلين؟ بيتحرك في وان بلين. طالما بيتحرك في وان بلين يبقى انا دي 1 ديجري اوف فريدم. طيب هندخل على جوينت تاني، نفترض اي جوينت بيعمل فليكشن واكستنشن وبعدين بيعمل ميديال ولاترال روتيشن، يبقى الجوينت ده عمل ايه؟ فليكشن واكستنشن، اتحرك كده في وان بلين، ميديال ولاترال روتيشن يبقى اتحرك في البلين التاني. طالما اتحرك في تو بلينز يبقى انا هدي 2 ديجري اوف فريدم. طيب نفترض ان الجوينت ده بيتحرك بيعمل ايه؟ فليكشن واكستنشن، ابدكشن واندكشن، بيعمل ميديال ولاترال روتيشن، يبقى هو اتحرك هنا على ال اتحرك هنا في الثري بلينز بتاعتي. طب اتحرك في الثري بلينز يبقى انا هدي 3 ديجري اوف فريدم. ماشي، نوضح بقى واحده واحده كده. الديجريز اوف فريدم عندي، عندي يوني اكزيال، عندي باي اكزيال، عندي مالتي اكزيال. اول حاجه اليوني اكزيال بتسمح بايه او هي ايه؟ 1 ديجري اوف فريدم. طب انا عندي 1 ديجري اوف فريدم، يبقى الحركه بتتحرك في ايه؟ يبقى الجوينت بيتحرك في ايه؟ بيتحرك في 1 بلين. زي ايه؟ عندي الالبو جوينت بيسمح بالحركه في اللي هو ايه؟ بيسمح بحركه الفليكشن والاكستنشن. فليكشن واكستنشن 1 بلين، يبقى 1 ديجري اوف فريدم يبقى اليوني اكزيال. طيب تاني حاجة عندي الباي اكزيال، ومن اسمها احنا عرفنا الباي يعني عندي حاجتين، الباي يبقى 2 ديجري اوف فريدم، يعني بيتحرك في 2 بلينز، يبقى 2 ديجري، يبقى 2 ديجري اوف فريدم يبقى على طول 2 بلينز. زي ايه؟ اداني مثال هنا الني جوينت زي ما قلنا من شوية، الني جوينت بيعمل فليكشن واكستنشن وكمان بيعمل ميديال ولاترال روتيشن، وموضح لي في الصورة هنا دي الاكسترنال والانترنال روتيشن اللي هي الميديال واللاترال روتيشن. تالت حاجة عندي اللي هو المالتي اكزيال، والمالتي اكزيال ده بيسمح هنا ب 3 ديجري اوف فريدم. يعني 3 ديجري اوف فريدم يعني بيتحرك اراوند 3 اكسس بتوعي. ايه هم 3 اكسس؟ الهوريزونتال، الترانسفيرس، والساجيتال، قصدي سوري البلينز، الهوريزونتال والترانسفيرس والساجيتال بلين. طيب مثال عليهم هنا ايه؟ عندي الهيب والشولدر جوينت، عندي الهيب جوينت بيعمل فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن والميديال واللاترال روتيشن. يبقى كده الهيب جوينت بيتحرك اراوند بيتحرك في الثري بلينز، يبقى هو بيعمل 3 ديجري اوف فريدم، يبقى هقول عليه مالتي اكسيال. هي محفوظه من الاسم، يوني يعني واحد، يبقى ديجري اوف فريدم واحده، يبقى 1 بلين، يبقى اللي هو زي الالبو جوينت.
الباي اكزيال اتنين، جاي من اسمه الباي يعني اتنين، يبقى بيسمح بتو ديجري اوف فريدم تو بلينز، واحنا عرفنا الحركة بتاعتها. والمالتي اكزيال ده بقى اللي هو اكتر من اتنين، اللي هو عندنا 3 ديجري اوف فريدم اللي هو 3 بلينز. الرينج اوف موشن ات از فول بوسيبل موشن اوف ا بودي سيجمنت، يعني ده اقصى مدى للحركة بين البونز اللي عاملة الجوينت، يعني البونز اللي عاملة الجوينت اقصى مدى للحركة ما بينهم هما الاتنين، يبقى ده اسمه ايه؟ الرينج اوف موشن. طيب انا لما باجي اعمل رينج اوف موشن اكتيفيتي اللي هو ببدا احرك ايدي، بيبقى جزء عندي ماسكولار وجزء تاني سكيليتال. الجزء السكيليتال اللي هو الجوينت، الجزء الماسكولار اللي هي الماسل اللي هتحرك الجوينت. فانا عندي هنا هوصف الرينج اوف موشن اكتيفيتيز بحاجتين، الجوينت اللي هو بيحصل، الجوينت اللي هو بيعمل على الحركه هسميه هوصف فيه الجوينت رينج، والمصل اللي بتحرك الجوينت اللي هي هسميها برضو المصل رينج. يبقى رينج اوف موشن اكتيفيتيز هلخصها في حاجتين اللي هو الجوينت رينج والمصل رينج. اول حاجه عندي اللي هي الجوينت رينج، وانا بوصفها في ايه؟ في حركات الفليكشن والاكستنشن الابدكشن الادكشن والروتيشن، يعني الحركات دي اللي انا خدتها دي حركات ايه؟ دي حركات الجوينت ذات نفسه، بقيسها زي ما خدنا في مصل تيست 1 بجهاز اللي هو الجينيومتر والديجريز، يعني يعني الريكوردد في الديجريز. انا مثلا انا قسته طلع 36 درجة بس. تاني حاجة معايا اللي هو المصل رينج، او انا بقول عليها الفانكشنال اكسكيرجن، يعني ايه؟ ده المدى اللي المصل بتقدر تتحرك فيه. يعني ايه؟ هنوصف اكتر. بيقول لي it is the distance in which a muscle is يعني المسل قادرة ان هي تعمل shortening، بس بشرط ان هي تكون بدأة من البوزيشن اللي هو الماكسيمم elongation. يعني ايه؟ يعني انا اول حاجة باخد المسل بتاعتي بعمل لها maximum elongation، يعني بفردها على الاخر كده، وبعد كده بخلي المسل تعمل contraction اللي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها shortening. المسافة من ما بين ان هي كانت الاول maximum elongation لحد الشورت رينج ده اسمها الفانكشنال اكسكيرجن، او اسمه المسل رينج. بيقول لي ان الفانكشنال اكسكيرجن او المسل رينج بيتأثر بالجوينت ات كروس، يعني المسل بتتأثر بالجوينت اللي بتعدي عليه. ازاي؟ هناخد مثلا مثال على الوان جوينت مصل اللي هي المصل اللي بتعدي على الجوينت. وهنا كان بيقول لي يعني حاجة سهلة، بيقول لي ان المصل بتعدي على الجوينت يا اما من الجزء الديستال بتاعها او الجزء البروكسيمال بتاعها، بما معناه يعني انها بتعدي على الجوينت مرة واحدة، فانا سميتها وان جوينت مصل. الوان جوينت مصل الرينج بتاعها ليميتد بسبب الجوينت اللي هي بتعدي عليه. ازاي؟ هناخد مثال، مثلا لو الجوينت بتاعي، لو انا الجوينت يعني انا مثلا مصل البريكيلز، البريكيلز بتعدي ايه؟ بتعدي على الالبو، بتعمل ايه؟ البو فليكشن. طيب لو الالبو ده فيه انفلاميشن، فيه ديزيز، خلاني وانا جايه بعمل الفليكشن وصلت مثلا لنص الرينج كده، واه لا انا جالي بين مش قادر ان انا اكمل الرينج. طيب هي المصل قادره انها تكمل الرينج، قادرة انها تعمل شورتنينج اكتر، او المصل قادرة انها تعمل شورتنينج اكتر، بس هي اتأثرت بالجوينت اللي هي معدية عليه. يبقى كده احنا عرفنا ان المصل بتتأثر بسبب الجوينت اللي هي معدية من عليه. اللي هو خدنا مثال اول حاجة اللي هو الوان جوينت مصل زي البريكيلس. تاني حاجة عندي اللي هو التو جوينت او المالتي جوينت مصل، دي المصل اللي بتعدي على كذا جوينت في نفس الوقت. اهم حاجة في الجزئية دي هناخدها اللي هي الاكتف انسفشنسي والباسف انسفشنسي. يعني ايه اول حاجة الاكتف انسفشنسي؟ اول حاجة عندنا الاكتف مرتبطة بالكونتراكشن، والانسفشنسي يعني غير مكتمل. تاني هناخد مثال على الجزئية دي، عضلة البايسبس اكتف، يبقى هي مرتبطة بالكونتراكشن والانسفشنسي يعني مش كامل. المصل عندي بتعدي على كذا جوينت، زي مثلا هنا البايسبس معدية على الشولدر جوينت ومعدية على الالبو جوينت. طيب البايسبس بتعمل ايه؟ بتعمل البو فليكشن
وبتعمل فور ارم سوبينيشن وبتعمل شولدر فليكشن. طيب انا خليت مثلا البايسبس تشتغل لوحدها على على الالبو فليكشن، تمام ماشي، ده ما فيهاش مشكله. لكن لو انا عايزه البايسبس تشتغل الثلاث حركات مع بعض، يعني هتعمل البو فليكشن في نفس الوقت تعمل فور ارم سوبينيشن وتعمل شولدر فليكشن، هلاحظ عندي ظهور اللي هو الاكتيف انسفيشنسي. يعني ايه؟ يعني هلاقي مثلا في الشولدر فليكشن الفليكشن كمل في الشولدر، بس الالبو فليكشن بتاعي ما وصلش للاخر. يعني الموصل عندي هنا لما بتبقى معدية على كذا جوينت بلاقيها عند جوينت بتعمل، لو شغلتها على التلاتة مثلا على الجوينتات اللي هي معدية عليها كلها في نفس الوقت، بلاقي ان جوينت الرينج بتاعه بيبقى كامل وجوينت تاني الرينج بتاعه مش بيبقى كامل. ودي حاجة بروتكتيف عشان تحافظ على العضلة، وهنفهم جزئية البروتكتيف ده كويس في ال في الباسيف في الباسيف انسفيشنسي. يبقى أول حاجة احنا عرفنا الاكتيف انسفيشنسي، هناخد بقى الجزئية التانية وهي الباسيف انسفيشنسي. الباسيف دي مرتبطة باللونجيشن، والانسفيشنسي يعني غير مكتمل. ايه انا دلوقتي عرفت البايسبس بتعمل ايه. طيب انا عايز اعمل لها الونجيشن، يعني هعملها عكس الحركات اللي هي بتعملها. هي كانت بتعمل فليكشن، لا انا عاملها اكستنشن. كانت بتعمل سوبينيشن، لا انا عاملها برونيشن. كانت بتعمل شولدر فليكشن، لا انا عاملها شولدر اكستنشن. هشغل الثلاث حركات مع بعض. طيب انا كده بفرد العضله على الاخر، مش العضله كده ممكن يحصل لها تير، ممكن يحصل لها انجري مني، او ممكن يحصل لها انجري مني. طيب جزء بقى يعني الجسم كحاجه بروتكتيف منه، بلاقي ان الالبو بيحصل عنده مثلا فول اكستنشن، بس الشولدر الاكستنشن بتاعه ما بيوصلش للاخر. يعني عندي هنا جوينت، الجوينت اللي بياخد الرينج بتاعه كامل، بس جوينت التاني مش بياخد الرينج بتاعه كامل. ده لما بشغلها ايه، بشغلها على كله. ودي حاجة الحمد لله، من الحمد لله انها موجودة. ليه؟ لان هي بتبقى بتحمي العضلة عندي من ان هي يحصل لها ايه، يحصل لها تير، يحصل لها انجري. بس كده هي دي الجزئية اللي احنا ايه عايزين نركز عليها بس في الـ في التو جوينت ماسل، اللي هو الاكتيف انسفيشنسي والباسيف انسفيشنسي. فاكتورز افكتنج رينج اوف موشن، ايه العوامل اللي بتأثر على الرينج اوف موشن؟ اول حاجة the structure of the joint. زي ما احنا شفنا من شوية او في اول المحاضرة، ان البولاند سوكت كان بيسمح بالحركه في كل الدايركشنز، اللي هو زي الهيب جوينت بيسمح بحركه في كل الدايركشنز. شفنا مثلا الجلايدنج جوينت الحركه بتاعته بيسمح بحركه بسيطه. فده الفرق الاستراكشر بتاع الجوينت. الجوينت نفسه شكله متكون ازاي، اللي هو بيسمح بالحركه فعلا، شكله يسمح بالحركه ولا تكوينه ما يسمحش بالحركه، ما يسمحش بحركه كبيره. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا اللي هو الانتجريتي اند فليكسيبيليتي اوف سوفت تيشو ذات باس اوفر ذا جوينت افكت الاماونت اوف موشن. تاني حاجه هنوصفها في مثلا في الليجامنت. لو الليجامنت عندي في لاكس، الليجامنت لاكس يعني الليجامنت مريح، هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي هايبر موبيليتي. يبقى انا كده اثر على رينج اوف موشن، اثر على رينج اوف موشن. يبقى تاني حاجه السوفت تيشو زي الليجامنت عندنا حصل فيها ريلاكسيشن هايبر موبيليتي، على عكس الطبيعي ان الليجامنت بتمسك البون، هي فيها تنشن كده، فبتمسك البون فبتعمل ليميتيشن للحركه، يعني بتخلي الحركه على قد بالظبط اللي هي عايزاها. لكن لو فكت يعني ريحت حصل فيها ريلاكسيشن، لا خلاص بقى رينج اوف موشن هيزيد معايا وكده خلاص الدنيا ضربت. تاني حاجه معايا الايدج. احنا عارفين لما الواحد كل ما الواحد سنه يكبر بنلاقي الووتر كونتنت بيقل، فبيحصل دي جنريشن، بيحصل اوستيو ارثرايتس. يعني من الاخر كده مثلا لما بنلاقي الناس لما بيكبروا يوصل عند سن 40 50 يقول لك انا عندي اوستيو ارثرايتس، عندي التهابات في المفاصل فمش قادر اتني رجلي من الوجع. يبقى كده لما كبر حصل ايه، حصل إيه شوية ديزيزز. على فكرة ده برضو يجمع اللي بعديها، حصل الديزيز، الديزيز ده خلاه ما يقدرش يكمل الرينج بتاعه، ما قدرش ان هو يكمل الرينج، يبقى اصل على الرينج اوف موشن، خلاه ليميتد رينج اوف موشن. ده برضو يشمل اللي هو ايه الديزيز. اخر حاجة معانا اللي هو الموسل بالك. بنشوف الناس اللي بيروحوا الجيم او اللي هو عضلاتهم كبيرة، يعني كبيرة قوي،
نشوف مثلا البايسبس موسل دي عنده كبيرة قوي، فيجي مثلا يعمل الفليكشن يلاقي بسم الله ما شاء الله دراعه الفور ارم بتاعه خبط في الموسل مش عارف يكمل، هيكمل ازاي ما هو الموسل بالك كبيرة. يبقى دي العوامل اللي بتأثر على الرينج اوف موشن. خدنا الاستراكشر، خدنا الايدج، خدنا اللي هو الديزيز، واخر حاجة عندي الموسل بالك. بيقولي ايه بقى؟ in order to maintain the normal range of motion، بيقولي عشان احافظ على normal range of motion هفضل احرك السيجمنت اللي انا عايزه يحافظ على range of motion ده طبيعي بانتظام، بس حاجة عادية. اخر حاجة معايا هنا بيقولي ال two or multi joint muscle normally function in the mid portion of their functional excursion. احنا عرفنا ال functional excursion اللي هو يبقى maximum elongated وبعد كده يحصل له ايه؟ يحصل له shortening. فبيعرفني هنا ان المصل اللي هي بتبقى معدية على two joint او اكتر النورمال فانكشن بتاعها بيكون في الميد بورشن، يعني في النص تقريبا، حسب العلاقه اللي احنا بنقولها اللينث تنشن ريليشن شيب. ما تشغلوش بالكم بيها، يعني ان شاء الله هناخدها في البايو ميكانكس. المهم ان احنا ناخد هنا ان نعرف هنا ان هو احسن حاجه في الميد بورشن بتاعها. causes of decreased range of motion، ايه اللي بيقلل عندي الرينج اوف موشن؟ اول حاجه اللي هو systemic neurologic joint or muscle disease. الدكتور لخصها هنا في حاله طفل عنده شلل دماغي، بيقول ان بعض الحالات بيحصل فيها knee flexion deformation. اما بيحصل knee flexion deformation بيحصل بعديها contracture في الهامسترينج مصل. طيب الكونتراكشر ده يعني المصل، يعني المصل شدت يعني قصرت، يبقى هتأثر ساعتها على الرينج اوف موشن. هتقلل الرينج اوف موشن، يبقى هتخلي limited range of motion. طيب الدكتور يعني اكد على جزئية هنا ان لما البيشنت بيعمل، قصدي ان احنا بنعمل الفولانتري موفمنت بنحتاج نيورو ماسكولار سكيليتال. نيورو الاول ان هو بيجي اشارة عصبية تروح للمصل، وبعد كده المصل بتبدأ تحرك اللي هي البون اللي هي متصلة بيه. فالمثال هنا واضح على الحالات الشلل الدماغي اللي هي اول حاجة كانت نيورولوجيكال، راحت اثرت على المصل زي ما احنا قلنا هنا ان هي الهامسترنج مصل، فاثرت بعد كده على الرينج اوف موشن بحيث ان هي قللته. دي اول حاجه. تاني حاجه السيرجيكال او التروماتيك. واحد مثلا التروماتيك، واحد اتخبط في دراعه فبيقول لك انا مش قادر اتني دراعي انا مش عارف ايه، هي دي اثر على الرينج اوف موشن، خلى الرينج اوف موشن بتاعه يقل. تالت حاجه عندي الانكتيفيتي او الاموبيلايزيشن ل يعني لفتره، زي بيشنت دخل في كوما يبقى هو مش بيحرك جسمه خلاص في كوما. يبقى عندي بقى ان البيشنت نتيجه الامبوليزيشن الطويل الماسل لينس هيقل. طيب الماسل لينس هيقل، يبقى ساعتها الرينج اوف موشن بتاعي هيقل. يبقى الثلاث عوامل اللي بتقلل الرينج اوف موشن احنا خدناهم دلوقتي وهم سهلين، اقروهم بس تاني كده. بس في رينج اوف موشن يعني ايه؟ بس في رينج اوف موشن It is the movement of body segment within the unrestricted or available range of motion by an external force. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا عايزة اعمل elbow flexion، مش هعملها actively، يعني مش هخلي عضلة مثلا البريكيالز تقوم عاملة contraction وتقوم محركة الالبو، تقوم محركة الالبو في ان هو ايه يعمل الفليكشن. لا انا مش عايزة كده خالص. الحركة اللي انا قلت عليها دلوقتي دي حركة active، انا عايزها بس ازاي؟ هخلي حد تاني يقوم ماسك ايدي، انا اول حاجه لازم تكون ايدي ريلاكسد خالص، وبعد كده يمسك ايدي هو اللي يعملها في فليكشن. يبقى الباسيف رينج اوف موشن دي الموفمنت اوف ا بودي سيجمنت، يعني انا مثلا بحرك او حد بيمسك لي ايدي وبيحركها لي في الفليكشن. within the unrestricted or available range of motion يعني فرضا مثلا انا عندي انفلاميشن فبيخليني ان انا او عندي بين، بعمل مثلا البو فليكشن بحرك ايدي شويه وبعد كده مش بقدر اكمل للاخر. ليه؟ لان انا عندي انفلاميشن مش قادره اكمل الجزء ده بينفول بالنسبه لي. فالشخص اللي قدامي هيمسك ايدي ويقوم عاملها في البو فليكشن في الافيلابل رينج اللي انا قادره اعمله، مش هيزود عن كده. باي ان اكسترنال فورس. ايه هي بقى الاكسترنال فورس؟ زي ما انا كنت لسه قايله من شويه، انذر انديفيديوال. ايه انذر انديفيديوال؟ يعني انا مثلا انا كثيرابيست بعمل للبيشنت الحركه، بمسك ايده ومحركها مثلا في البو فليكشن، بحركها في شولدر فليكشن، انا اللي بعمل له الحركه. ممكن تكون جرافيتي، ممكن تكون الجرافيتي، الجرافيتي هي اللي عامله لي الحركه. ممكن الماشين زي السي بي ام، هناخد جهاز السي بي ام ده في اخر المحاضره معانا.
هناخد مثال عليه، وهو مثلا الجهاز متركب على اخر لور ليمب، بيعمل مثلا الني فليكشن، بيعمل ني اكستنشن، البيشنت مش بيعمل كونتراكشن في العضله عشان يبدا يعمل ني فليكشن اكستنشن، لا ده هو الجهاز اللي متركب هو اللي بيبدا يعمل لي الحركه. و او another part of the individual own body، يعني مثلا في بيشنت مش قادر يحرك ايده اليمين، مش قادر يحركها، بس ايده الشمال عادي بيقدر يحركها وياكل ويعمل كل حاجه بيها. فهو البيشنت بايده اليمين دي هيبدا يمسك ايده الشمال ويحركها، يعمل بقى فليكشن اكستنشن، يعمل اي حركه. يبقى هو برضو الموفمنت اوف بودي سيجمنت، يعني بيبدا يحرك ايده اللي هي التانية اللي مش بتتحرك، within the available range of motion by an external force. الاكسترنال فورس هنا ايه هي؟ اللي هو ايده الشمال، ايده اللي هو بيقدر يحرك بيها. in this movement the voluntary sorry in this movement the voluntary muscle contraction is little to no contraction. هنعمل مقارنة بسيطة دلوقتي بين الاكتيف والباسيف. الاكتيف رينج اوف موشن انا بخلي البيشنت يعمل مثلا، يعني احنا ماسكين النهارده في الالبو فليكشن، اهو البيشنت مثلا بيبدا يعمل الالبو فليكشن في بعضله البريكاليز، اهو بعضله البريكاليز بيبدا يحصل فيها كونتراكشن، هو اللي بيحرك من نفسه فبيقدر يعمل الالبو فليكشن، يبقى كده الماسل عندي عملت كونتراكشن. طيب في الباسيف رينج اوف موشن، في الباسيف رينج اوف موشن انا لا، انا مش عايزه العضله تعمل كونتراكشن خالص، انا عايزه العضله تبقى ريلاكسد، العضله عندي بقت ريلاكسد ابدا امسك انا ايده واحركها. فبيقول لي في الباسيف رينج اوف موشن غصب عني، غصب عني البيشنت اللي انا بعمله بيبدا يعمل كونتراكشن بسيط، بيبدا يعمل كونتراكشن بسيط في العضله اللي بتعمل الحركه. يعني انا بعمل له البو فليكشن فانا عايزه البيشنت يوصل للباسيف ريلاكسد رينج اوف موشن، الباسيف سوري ايوه اللي هي الباسيف ريلاكسد رينج اوف موشن، ان انا وانا بعمل له الباسيف رينج اوف موشن تكون العضله بتاعته مريحه خالص ما تشتغلش معايا في كونتراكشن. بس ده غصب عني البيشنت لازم يتدخل في الحركه. امتى البيشنت بيتدخل في الحركه؟ لما البيشنت يكون كونشس، البيشنت واعي للحركه، عارف انا بعمل ايه. او المصل انرفيتد، انرفيتد يعني العادي في عصب ورايح للمصل بتاعتي والعصب كويس وشغال، فبيبدا البيشنت وانا بعمل له الباسيف رينج اوف موشن، يعني ماسكه مثلا ايده بعمل البو فليكشن، غصب عنه المصل بتاعته بتتحرك في كونتراكشن بسيط. فبيقول لي هنا in this movement the voluntary muscle contraction is little to no contraction، يعني بتتحرك حركة بسيطة. ال passive range of motion and passive stretch aren't the same. بص يعني ال passive range of motion وال passive stretch بيقول لي ان الاتنين مش واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي patient بيقدر يعمل الشولدر فليكشن لحد 150، ما بيقدرش يعلي عن كده، هو لما بيحركها actively ما بيقدرش يعليها عن كده. فانا ببدا امسك ايد البيشنت واقوم محركاها في الشولدر فليكشن لحد 120 درجه. طالما انا مسكتها وعملتها في الافيلابل رينج اللي هو بيقدر يعملها، دي اسمها باسيف رينج اوف موشن. طيب فرضا ان انا مسكت ايد البيشنت وبدات حركتها عن ال 150 ديجري اللي هو بيقدر يعملهم، انا كده ايه؟ زودت عن الحركات اللي هو بيقدر يعملها، انا كده عملت باسيف استريتش، يعني انا بدات افرد العضله. يبقى الباسيف رينج اوف موشن بيكون في الافيلابل رينج بتاعي زي ما احنا قايلين فوق اهو، بيكون في الان ريستريكتد اور افيلابل رينج، الان ريستريكتد يعني الافيلابل. اما الباسيف استريتش لا، بزود عن الافيلابل رينج بتاعي. الانديكيشن فور باسيف رينج اوف موشن، امتى بعمل باسيف رينج اوف موشن؟ اول حاجه از ا ميثود اوف ايفالويشن. عندنا مثلا في موسل تيست 1 لما بدانا ناخد اللي هو الاندي فيل، ان انا بمسك ايد البيشنت اي جزء بقى من اي جزء من جسم البيشنت وابدا مثلا احرك ايده فاشوف مثلا الاندي فيل بتاعتي هنا هارد، لا دي سوفت، طب دي فيسيولوجيكال حاجه طبيعيه ولا دي لا باثولوجيكال حاجه المفروض ما تبقاش موجوده. فانا بعمل الباسيف رينج اوف موشن از ا ميثود اوف ايفالويشن، بقيم بشوف مثلا عندي الاندي فيل دي حاجه طبيعيه ولا حاجه مش طبيعيه. وين ذا بيشنت از actively move unable to actively move as in comatose. يعني ايه؟ لما البيشنت بيدخل في كوما، يعني اللي هو مبقاش واعي بقى لفتره كبيره، او البيشنت ده بيبقى بارالايزد مثلا جاله هيمي بليجيا فما بيقدرش يحرك نص جسمه،
طيب مش نتيجه للامبولايزيشن اللي مش بيتحرك العضله ذات نفسها، طالما مش بتتحرك ممكن يحصل لها كونتراكشر. كونتراكشر يعني المسل فايبرز بتاعتها هتقصر. طيب ما انا كده هدخل في مضاعفات تانية، في كومبليكيشنز تانية هدخل فيها. طيب طالما البيشنت مش قادر مثلا زي البارالايز مش قادر ان هو يحرك الجزء ده لان حصل فيه شلل، طيب المصل كده يحصل لها كونتراكشر، تلقائي هيحصل لها كونتراكشر. طيب انا عايزه اتجنب المضاعفات دي كلها، هعمل ايه؟ هبدا انا كثيرابيست باسيفلي ابدا انا احرك له رجله، احرك له ايده على حسب بقى الجزء اللي فيه باراليسز عنده، عشان البيشنت ده الجزء ده ما يحصلهوش فيه كونتراكشر. فالباسيف انا بقى لما بعملها له باسيف فبخلي العضله بتاعتي تتحرك، فالمسل فايبرز بحافظ ببدا احافظ على طولها زي ما هي. مريض في كوما راح في غيبوبه بس ان شاء الله ربنا كرمه بعد كده صحى من الكوما دي، ما يصحاش بقى عنده مضاعفات وعنده كونتراكشر وعنده مش عارفه ايه، لا انا خلاص انا بدات تحرك له جسمه وهو في الكوما، بدات تحرك له جسمه باسيف عشان لما يفوق بعد كده يبقى ايه جسمه طبيعي. When active range of motion is painful, presence of inflammatory reaction. احنا لسه قايلين ان البيشنت لما بيجي يحرك لما بيبدا يعمل الحركه اكتف من نفسه، زي مثال برضو الالبو فليكشن، قلنا البريكيالز هي بتعمل الالبو فليكشن، فهو اكتفلي بيعمل الحركه، بيبدا يعمل الالبو فليكشن عن طريق ايه؟ عن طريق المصل اللي هي البريكيالز. طيب فرضا ان البريكيالز دي فيها انفلاميشن، هقول للبيشنت مثلا يجي يعمل حركه يقول لي مش قادر، ليه؟ لان العضله فيها انفلاميشن. يبقى انا كده الاكتف الحركه الاكتف بتاعتي بقت بينفول. طيب مش انا لسه قايله ان الحركه الباسيف عندي بيحصل فيها كونتراكشن بسيط جدا، انا كنت قايله ايه؟ ان الكونتراكشن بيكون ليتل. طيب ما طب بدل ما البيشنت يجي يقدر يحرك، يجي مثلا يحرك ايده اكتف فما بيقدرش يعمل الحركه فما يحركهاش خالص، فبرضه هدخل في كومبليكيشنز. طب ما انا ابدا احرك له ايده باسيفلي، باسيف في حركه باسيف، ابدا احركها له فالكونتراكشن بتاعي هيبقى ليتل جدا، فطبعا البين مش هيبقى زي البين وهو بيحرك ايده اكتفلي. To teach movement to the patient، يعني مثلا انا بقول للبيشنت هيعمل اكسرسايز الفلاني، طيب الاكسرسايز ده عباره عن ايه؟ بقوم ماسكه مثلا رجله واقول حركها مثلا في فليكشن، بعد كده حركها مثلا في ابدكشن، اي حركه يعني الحركه بتاعت الاكسرسايز بتاعتي. فانا مسكت رجل البيشنت وبدات احركها في حركات معينه واقول له اعمل الحركه دي بعدين، يعني بعد ما عملت لك الحركه اعملها، ممكن اكررها له مره ومرتين عشان ايه؟ عشان يفهم الحركه. يبقى انا بعمل الباسيف رينج اوف موشن ليه؟ عشان اعلم البيشنت بعد كده ان هو يعمل الاكسرسايز بتاعه بقى ايه؟ اكتفلي بنفسه. وبيقول لي ايه؟ بقدر اعمل برده الباسيف رينج اوف موشن بيفور استريتشنج تكنيك. كان الدكتور قال ان انا ببدا مثلا احرك ايد البيشنت الاول في اللي هو باسيفلي عشان احسن، يعني عشان احسن الاستستي قبل ما انا ابدا اعمل الاسترتشنج اكسرسايز. ايمز اوف باسيف رينج اوف موشن، ايه الغرض من الباسيف رينج اوف موشن؟ طيب احنا كنا لسه واخدين مثال على الامبولايزيشن، ان انا لما البيشنت بيروح مثلا في كوما فما بيقدرش يحرك جسمه فتره كبيره، المصل بتاعتي بيبدا يحصل لها كونتراكشر، يعني الطول بتاع العضله بيقل، فبالتالي لما بيحصل لها لما المصل بيحصل لها كونتراكشر المصل عندي لما بيحصل لها الكونتراكشر ده مش بحافظ، انا كده مش بقدر احافظ على الاليستيسيتي. يعني ايه؟ يعني انا قلت خلاص immobilization وحصل كونتراكشن مش عارفه ايه، انا بدات مثلا مسكت ايد البيشنت وحركتها، انا كده طالما بحرك العضله بتاعتي يبقى انا كده بحافظ على الاليستيسيتي بتاعتها، بحافظ على الاليستيسيتي بتاعتها. يبقى قلنا ان لما ما بعملش immobilization بيحصل عندي كونتراكشن، فانا بعمل passive range of motion بقلل الكونتراكشن، بحافظ على الجوينت بتاعي، بحافظ على السوفت تيشو بتاعي اللي هو مثلا المسلز الليجامنت، بقلل الكونتراكشر بتاعي. طيب وقلنا ان الحركه دي بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على الاليستيسيتي اوف ذا ماسل. اهو عندي اول حاجه ان البيشنت مش بيتحرك لفتره كبيره، فانا الباسيف رينج اوف موشن بتاعي بيقلل الافكت بتاع الكومبليكيشن مضاعفات الامبولايزيشن. تاني حاجه من تاني جوينت اند سوفت تيشو انتجريتي، يعني انا بحافظ على الجوينت والسوفت تيشو بتاعي.
ديكريز الكونتراكشر، قلت الامبوليزيشن بيعمل كونتراكشر، فانا لما بعمل باسيف رينج اوف موشن بحافظ على المسلز ان هي ايه ما تعملش كونتراكشر. منتين ميكانيكال الاستيسيتي اوف ذا ماسل، قلنا ان انا طالما بحرك المسل يبقى انا كده بحافظ على الاستيسيتي بتاعتها، الميكانيكال الاستيسيتي ان انا بحافظ عليها عن طريق الحركه. عندي بقى تقريبا خامس حاجه اللي هو الاسيست سيركيوليشن. اسيست السيركيوليشن عندي لما ببدا اعمل باسيف رينج اوف موشن، فانا كده بحرك العضله، فالعضله بتبدا تضغط على الفيزلز اللي فيها، الفيزلز اللي معديه جواها. طيب انا لو عندي مثلا ايديم، مش انا كده بقللها، بخلي السيركيوليشن تبقى احسن، تتحرك تبدا مثلا تاخد الايديمه دي. انا عندي مشكله في السيركيوليشن، انا كده ببدا انما بحركتي انا كده المصل بتبدا تضغط على الفيزلز اللي فيها، فبتبدا تساعد السيركيوليشن، بتخلي السيركيوليشن احسن يعني تتحرك احسن. enhance synovial movement for cartilage nutrition and diffusion of material in the joint. ملخص الجمله دي كلها ان انا ببدا اعمل ايه، ببدا احرك الجوينت بتاعي مثلا synovial joint بتاعي، فانا كده ايه بحسن حركته. بعد كده decrease or inhibit البين، انا بقلل البين ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل passive range of motion. لما ببدا اعمل passive range of motion بعمل ميكانيكال stimulation of ascending mechanism of gate control theory. يعني ايه؟ انا ببدا اعمل ميكانيكال stimulation للجيت كنترول ثيوري. احنا لسه كنا واخدين الترم الاول ان الجيت كنترول ثيوري دي هي اللي بتوقف البين ان هو يتنقل للسباينال كورد، وبعد كده يقوم بقى ما يتحرك من السباينال كورد يطلع للبرين. انا بمنع حركه البين ان هو يدخل اصلا للسباينال كورد. يعني انا عندي بحس بالبين والريسبتورز استقبلت البين، لسه بقى الريسبتورز دي لسه الاشارات بتاعه ان انا عندي بين هتدخل للسباينال كورد، لا الجيت كنترول ثيوري دي بتقوم ايه موقفه البين، ما تخلوش يتنقل للسباينال كورد عشان بعد كده هو هيتنقل للبرين ويقوم مفهمني ان انا عندي وجع، انا حاسه بالوجع ده. لا الجيت كنترول ثيوري دي بتقوم موقفه البين، فانا بالتالي ما بحسش بالبين. تعمل ايه؟ ديكريز اور انهبيت البين. اسيست ذا هيلينج بروسيس افتر سيرجري، احنا لسه قايلين ان هي بتحسن السيركيوليشن عندي، فانا لما بحسن السيركيوليشن فبسرع التشو هيلينج، خاصه بقى ان انا عامله سيرجري فعايزه ايه اسرع احسن التشو هيلينج بتاعي. اخر حاجه عندي هيلب مينتين ذا بيشنت اورنس اوف موفمنت. ليه بقى؟ ازاي؟ اول حاجه اللي هي مينتين البيشنت اورنس اوف موفمنت، كنا واخدين مثال عليها اللي هو البروبريسبتورز عندي، ان البيشنت مثلا لو مغمض عينه بيبدا مثلا يعمل فليكشن، بيعمل اكستنشن في اي جزء بقى في جسمه، بيعمل فليكشن للهيب فليكشن ني. لو البيشنت من كتر عدم الحركه بتاعته ممكن ان هو ما يبقاش عنده اورنس ان هو مثلا مغمض عينه قاعد بيعمل حركه، بس هو مش عارف هو بيعمل حركه ايه، هو مش حاسس بالحركه، مش عارف الجوينت بتاعه ده فين. لكن انا لما ببدا اعمل الباسيف رينج اوف موشن انا بحفز عندي، بعمل استيميوليشن للبروبيوسبتورز، عملت لها استيميوليشن فبيبدا عندي يعمل اورنس، بيبدا يدخل جوه المخ، انا وانا مغمضه عيني كده انا مش عارفه انا بعمل حركه ايه، بيبدا يعمل جوه المخ انا بعمل فليكشن، انا بعمل اكستنشن. والحاجات دي بتساعدني قوي في البالانس. يعني مثلا لو واحد واقف ومغمض مثلا عينه هو مش حاسس الجوينت ده فين، مش حاسس هو بيعمل حركه ايه، فالبالانس بتاعه هيختل. لكن انا كده طالما بعملت الباسيف رينج اوف موشن انا كده بحافظ على الاورنس بتاع الموفمنت بتاعتي. الجزئية دي بس يعني ايه غلطة في البي دي اف، هي يعني متعادة من السلايد اللي فات. ننتقل بقى الجزئية الجديدة وهي الكونترا انديكيشن اند بريكوشن. امتى اقول للبيشنت انت كونترا انديكيتد ان انا ابدا اعمله، يعني امتى البيشنت يبقى قدامي كونترا انديكيتد ان انا اعمل له باسيف رينج اوف موشن ابدا احركه؟ اول حاجة if the patient response or condition is life threatening. يعني ايه؟ يعني انا لو حركت البيشنت ده خطر على حياته. ازاي؟ احنا كنا لسه قايلين ان الباسيف رينج اوف موشن بي اسيستد سيركيوليشن، يعني بيحافظ على السيركيوليشن وبيحسنها كمان. طيب فرضا انا ما خدتش الهيستوري كامله من المريض، ما عرفتش ان هو عنده ثرومبوس في المكان مثلا اللي انا هبدا اعمله عليه الباسيف رينج اوف موشن. طيب انا بدات اعمل له الباسيف رينج اوف موشن، هو عنده ثرومبوس في المكان ده، حسنت السيركيوليشن، فعندي السيركيوليشن لما اتحسنت بتبدا بقى ايه
تفتت بتفتت الثرومبس بتاعتي. طيب لما الثرومبس دي تتفتت هيتكون عندي امبوليزم، الامبوليزم ده هيبدأ يتحرك مع السيركيوليشن، ممكن يروح يسد لي عند يسد لي الارترز اللي رايحه لاعضاء مهمه جدا زي مثلا الليفر، يروح عند الهارت، الامبوليزم دي تتحرك تروح تسد في الهارت. طيب ما انا كده الباسيف رينج اوف موشن ده ايه بقى، خطر على حياه المريض. يبقى انا ايه كونترا انديكيتد ان انا اعمل الحركه دي للمريض. تاني حاجه وين موشن استربتيف تو ذا هيلينج بروسيس، مثلا المريض عنده فراكشر، فانا المفروض مثلا خلال اول شهر لا انا مش هينفع احركه في الفتره دي. انا لا انا بقى مسكت رجل البيشنت وعماله بحرك الباسيف رينج اوف موشن عشان احافظ على العضلات ما يحصلهاش كونتراكشر، وسايبه الفراكشر عندي اللي هو اصلا لسه ايه لسه الهيلينج بتاعه مكملش. يبقى انا كده ايه، انا كده ديستربتيف للهيلينج بروسيس، ان انا التيشو كان رايح في الهيلينج بروسيس التيشو مكمل، لا انا قطعت الهيلينج بتاعه، بل ممكن يكون بقى ايه اسوأ من الاول. طيب بيقول لي ازاي اعرف ان الموشن اللي انا بعملها للبيشنت دي رونج موشن، الحركه اللي عملتها له لا انا عملت له حركه غلط. اول حاجه لما البيشنت يحس بين البين عنده يبقى شديد ويبدا يتكون عنده انفلاميشن، يبقى الموشن اللي انا بعملها للبيشنت دي غلط لما يبقى عنده ايه بين وانفلاميشن، بين وانفلاميشن الحركه عندي غلط. اخر حاجه بيقول لي ان انا كل ما الحاله تكون بدري اللي هو ايرلي early passive range of motion، ان انا ببدا امسك البيشنت واحركه في الايرلي ستيج بتكون احسن، يعني كل ما الحاله تكون بدري كل ما الحاله يكون الهيلينج بتاعها احسن، بس بشرط ان يكون بين فري رينج زي ما انا لسه قايله من شويه ان احنا لو عملنا لسه قايلين من شويه اللي هو ان هو لازم ما يكونش عندي بينو انفلاميشن، لان البينو انفلاميشن ده دلاله على ان اللي انا بعمله للبيشنت دي رونج موشن. استيميت ذا فاليو اند بوتنشال ابيوز اوف موشن، انا مش عايزه اعمل الموشن دي غلط للبيشنت. طيب هتجنب ان اعملها غلط للبيشنت ازاي؟ بيقول لي ستي وذين ذا رينج سبيد اند توليرانس اوف ذا بيشنت. يعني ايه؟ انا مثلا بعمل للبيشنت بس في رينج اوف موشن، لازم افضل في الرينج اللي البيشنت قادر يعمله، مش يقولي مثلا لا انا حاسس ببين فما تكملش رينج، لا فانا لا انا لازم اكمل لك الرينج ده للاخر، الرينج الطبيعي كذا، لا ما اعملش كده، لا انا ابدا احرك الباسيف رينج اوف موشن ديورنج ويزن ذا رينج اللي هو الرينج اللي البيشنت قادر يعمله بالسرعه اللي البيشنت قادر يتحملها بالتولرنس. التولرنس يعني البيشنت قادر يعني مثلا مستحمل الحركه دي او مش مستحملها. careful monitoring of symptoms، يعني ايه بقى معنى الجملة دي؟ مثلا عندي في عيانين او البيشنت بتاعت الاي سي يو، انا لازم وانا بعمل الباسيف رينج اوف موشن ابدا اخد بالي من البلاد بريشر بتاع البيشنت، ابدا اخد بالي منه من البريز بتاعه هو اللي حصل، يعني مثلا البريز بتاعه هو لا بدا يتعب، البلاد بريشر بدا يقل، ابدا اخد بالي من نبضات القلب قلت زادت مش عارفه ايه، لازم ابقى وانا بعمل الحركه للبيشنت ابقى واخده بالي من كل حاجه، مش قبل مش مجرد ان انا بعمله الحركه مثلا وسايباه هو بقى النفس تعب مش عارفه ايه سايباه يروح في ده، لا انا لازم اخد بالي من البيشنت كامل، ما بقاش مشغوله بحاجه تانية، ان انا مثلا بعمل الحركه ومشغوله باي حاجه تانية، لا انا لازم اخد بالي من البيشنت اللي انا بعمل له الحركه. طيب هنشوف بعد كده ان في بيشنت خاصه يعني البيشنت شويه الميل، في بيشنت يجي يقول لك تيجي تقول له ايه مثلا لو حسيت ببين يا حاج قول لي إن اول ما تحس بوجع قول لي، في بقى واحد بقى ايه عامل نفسه توه اول ما يجي يحس ببين مثلا لازم هو المفروض يقول لي، لا هو بقى ايه لا يحاول يستحمل الوجع لو لا انا مش هقول لها ان انا حسيت بالوجع. طيب انا ببدا البيشنت ده ما قاليش ان هو بدا يحس ببين عشان اعرف ان دي رونج موشن، عشان اعرف ان انا ما اقدرش او عشان اعرف ان هو ده التولرنس بتاعه لحد هنا عشان ما كملش الرينج مثلا. طيب انا ابدا اعرف ازاي كده؟ هبص على الفيشل اكسبريشن بتاعه البيشنت، يعني مثلا وهو في العادي انا ببدا احرك ايده كده لا خلاص الفيشل تمام ما بيعملش اي رياكشن، ابدا مثلا اول ما بيعمل الاكسبريشن هو يعني مش بيتكلم بس بيبان على وشه اللي هو بدا يحس ببين، انا لازم برضو ابقى واخده بالي من البيشنت مش سايباه خالص مش مركزه مع حاجه تانية، لازم ابقى واخده بالي من كل حاجه البيشنت بيعملها. سوري limitation of passive movement اللي انا كنت لسه قايلاها من شويه،
هي بس انا مكتبتهاش هنا في البي دي اف، بس لو لو على حسب الكتاب القديم هي كانت في صفحه 38 في الاخر خالص. limitation اللي هو الترو باسيف ريلاكسد رينج اوف موشن مي بي ديفيكالت تو اوبتين وين ماسل از انرفيتد اند ذا بيشنت از كونشس، يعني صعب ان انا اخلي البيشنت باسيف في باسيف ريلاكسد رينج خالص وانا بعمله باسيف رينج اوف موشن، صعب ان انا اخلي العضله بتاعته ريلاكسد خالص طالما العيان عندي كونشس اللي هو واعي او الماسل دي انرفيتد. طيب بيقول لي ايه الباسيف رينج اوف موشن وين نوت؟ الباسيف رينج اوف موشن مش بيعمل ايه، مش بيمنع الاتروفي. الاتروفي هتحصل حتى لو انا بعمل ريباسيف رينج اوف موشن، بتحصل عادي. انكريز السترينث اور انديورنس، احنا عارفين ان احنا لما بنعمل اكتيف بنعمل كونتراكشن للعضله كلها، فانا كده بشغل مصر فايبرز كلها، فانا كده بعمل ايه، ببدا اعمل سترينثنج للمصل. لو انا بقى ببدا ادي ريزيستنس مش عارفه بشيل دمبلز اللي هو ايه، ببدا اقوي العضله بتاعتي. لكن في الباسيف رينج اوف موشن ده بيحصل؟ لا مش بيحصل الكلام ده. طيب اسيست السيركيليشن، اسيست السيركيليشن يعني بيحسن السيركيليشن بس مش زي الاكتيف. يعني مثلا في الفولنتري ماسل كونتراكشن، فولنتري ماسل كونتراكشن الاكتيف بقى اللي هو بخلي البيشنت يبدا يعمل الحركه، هو بيحرك الماسل فايبرز كلها وبيخليها تبدا تعمل كونتراكشن. فالكونتراكشن بقى بتاع الماسل فايبرز دي كلها بيبدا بقى يضغط على الفيزلز وبيبدا يحسن السيركيوليشن، على عكس الباسيف رينج اوف على عكس الحركه الباسيف، ان انا كنت بقول للبيشنت بيبدا يعمل الحركه باسيفلي فبيبقى فيه كونتراكشن بسيط جدا، فهو بيساعد على السيركيوليشن بس مش زي ما تكون الماسل فايبرز كلها شغاله وضغط على الفيزلز وبتبدا تحسن السيركيوليشن فيها. يبقى الباسيف بيحسن السيركيوليشن بس الاكتيف احسن منه. continuous passive movement او جهاز السي بي ام، الجهاز السي بي ام اللي احنا شايفينه في الصوره، الجهاز ده متركب على رجل البيشنت، والجهاز ده بيعمل الباسيف مومنت، يعني بدل ما السيرابست هو اللي يبدا يمسك رجله ويعمل له الحركه، لا انا بركب له على جهاز السي بي ام. بيقول لي ايه it refers to performing the passive movement او passive motion by a mechanical device which move a joint slowly and continuous through a controlled range of motion. يعني ايه؟ بيقول لي ان ال سي بي ام ده هو اللي بيعمل لي، الجهاز ده هو اللي بيعمل لي ال passive motion. mechanical device اللي هو الجهاز ده بيبدا يحرك الجوينت بتاعي، بيبدا يعمل الحركه ببطء وكمان بتبقى الحركة مستمرة، يعني مش مرة بس، لا ده بيعمل الحركة كذا مرة وبيكون بيعملها ببطء through a controlled range of motion. بيعتمد الرينج اوف موشن اللي الجهاز بيتحرك فيه بيعتمد على البيشنت تولرنس، يعني البيشنت مثلا قادر يحرك الرينج ده لحد فين، انا بقى بظبط الجهاز ان هو يبدا يحرك لي يعمل الباسيف موشن دي في الرينج اللي البيشنت قادر يستحمله. benefit of CBM، ايه هي فوائد جهاز CBM؟ احنا لسه قايلين ان CBM ده بيعمل passive range of motion، بيعمل الباسيف موفمنت، فهنلاقي ان فوائده كلها كنا لسه قايلينها من شويه في الايمز بتاعه الرينج اوف موشن، الباسيف رينج اوف موشن. اول حاجه بيقول لي ان CBM is effective، CBM بتاعي فعال في ان هو بيقلل النيجاتيف افكت اوف جوينت immobilization. لسه قايلين الامبلايزيشن بتعمل كونتراكشر، فبتعمل كونتراكشر في العضلات وكده، فانا الباسيف رينج اوف موشن بيقللها، فجهاز السي بي ام بيعمل باسيف موفمنت فهو بالتالي بيقلل النيجاتيف افكت بتاعه الامبلايزيشن، زي بقى احنا قايلين زي الكونتراكشر بقى وما الى ذلك. ماشي، تاني حاجة it is used to decrease the frequency of post operative complication. جهاز السي بي ام بيقول لي ان انا بعد ما البيشنت بيطلع من العملية ببدا احطه على جهاز السي بي ام، زي مثلا حالة الانتيريور كروشيت ليجمنت، لما بيبدا يعمل الرباط الصليبي الامامي ده بيعمل عملية عليه، لما البيشنت بيطلع من الاوبريشن دي ببدا احطه على الجهاز ده. ليه؟ الجهاز ده بيقلل لي مضاعفات الامبولايزيشن لسه قايلينها، وكمان احنا لسه كنا قايلين ان الباسيف رينج اوف موشن، الباسيف موشن بتاعتي بتاسست السيركيوليشن فبتساعد التيشو هيلينج، بتسرع التيشو هيلينج كمان. فكمان بيقول لي امبروف ذا ريكفري ريت، يعني بتخلي الريكفري بتاعي بتكون اسرع. يوزنج سي بي ام تو،
بما ان جهاز السي بي ام بيعمل لي الباسيف رينج اوف موشن، فاحنا هناخد دلوقتي فوائد الباسيف موشن كلها في استخدامات السي بي ام. اول حاجه بيقول لي بريفنت ديفلوبمنت اوف اديشن اند ديكريز كونتراكشر. لسه قايلين ان الباسيف رينج اوف موشن بيقلل عندي الكونتراكشر اللي بيحصل في المصل، وكمان بيقلل الاديشن، فبالتالي الجهاز السي بي ام بيعمل باسيف رينج اوف موشن فهو بيقلل الكلام ده كله. decrease post operative pain. كنا لسه قايلين ان الباسيف رينج اوف موشن بيعمل ميكانيكال ستيميوليشن للجيت كنترول ثيوري، اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي اول ما بعمل لها ستيميوليشن بتمنع ان البين يتنقل على السباينال كورد، فبالتالي بتقلل البين. تالت حاجه improve السيركيوليشن through the continuous pumping action. قلنا برضو ان انا لما بعمل الباسيف رينج اوف موشن بيبدا يحفز ببدا اخلي العضله تضغط على الفيزلز، فبتحسن السيركيوليشن وبتخلي السيركيوليشن تتحرك اكتر. انكريز الساينوفيال فلويد لوبريكيشن اوف ذا اوف ذا جوينت. قلنا ان الساينوفيال فلويد ده هو اللي بيعمل اللوبريكيشن اوف ذا جوينت، فالحركه بتاعتي بتزود اللوبريكيشن بتاعه للجوينت. احنا قلنا اللوبريكيشن يعني كانه بيشحم الجوين، يعني بيخلي الحركه بتاعتي اسهل، ما يخليش الفريكشن طبعا بين الكارت التو كارتريدج يبقى كبير. امبروف الووند هيلينج باي ريدوسينج الايفيوجن اند تيشو اديما. يعني الميه اللي بتكون عندي انا بقللها ازاي؟ عن طريق البامبنج اكشن اللي كان بيحصل في الماسلز، فبحسن السيركيوليشن فبالتالي بقلل الاديما. increase intra-articular cartilage healing and regeneration rate. زي ما احنا لسه قايلين ان هو بيقول ان هو بيأسست السيركيوليشن، بيحسن السيركيوليشن عندي وبالتالي بيسرع التشو هيلينج اللي هو regeneration rate. اخر حاجة عندي هو provide a quicker return of range of motion. هناخد في السلايد في السلايدات الجاية في اخر حاجة خالص ان الجهاز ده انا ممكن احطه continuous طول اليوم، او ممكن احطه ساعة واحدة 3 مرات في اليوم. فطبعا بيبقى صعب على السيرابست ان هو يعمل للبيشنت مثلا ان هو مثلا يفضل طول اليوم يعمله بس برينج اوف موشن، او ان هو يعمله مثلا ساعة 3 مرات في اليوم. لكن الجهاز ده بيبقى اسهل طبعا، ان هو مثلا السيرابست ممكن يعملها له مرة، ممكن يعملها له مرتين، لكن الجهاز ده كونتينيوس ممكن اعملها له 3 مرات عادي، ممكن اعملها له طول اليوم عادي. فهو بيخلي الرينج اوف موشن يرجع اسرع. ليه؟ لان انا بعملها له بطريقة اكبر براحتي في اليوم. guidelines for CBM use. الجايدلاينز بتاعتي وانا بستعمل جهاز السي بي ام، اول حاجة بيقول لي the device may be applied to the involved extremity immediately after surgery while the patient is still under anesthesia. يعني ايه؟ يعني الجهاز بتاعي بحطه على الاكستريمتي اللي انا عامله له الاوبريشن. زي مثلا لو انا عامله انتيرو كروشيت ليجامنت اللي هو الرباط الصليبي الامامي اللي في النين، البيشنت بعد ما بيخلص العمليه اقوم مركبه له جهاز السي بي ام واشغل الجهاز كمان حتى لو البيشنت لسه تحت التخدير. يبقى احنا قلنا ايه؟ جهاز السي بي ام بركبه عادي حتى لو البيشنت يعني immediately خلص العمليه، لا احط له على طول الجهاز ده عشان طبعا ايه ما يحصلش كومبليكيشنز عندي. حتى لو البيشنت تحت التخدير، حتى لو البيشنت لسه متخدر. تاني حاجة the portion of the range usually initiated is based on a range available and patient tolerance. يعني انا بخلي الرينج اللي جهاز السي بي ام بيتحرك فيه بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الرينج available اللي هو الرينج اللي البيشنت قادر يعمله، وكمان اللي البيشنت قادر يستحمله. البيشنت tolerance يعني البيشنت قادر يستحمله، ما يبقاش حاجة painful بالنسبة له، الرينج اللي هو قادر يعمله وفي نفس الوقت يكون البيشنت مستحمله. تالت حاجة the rate of motion is determined usually one cycle. يعني ايه الجملة دي؟ معناها ايه؟ ان انا مثلا لو مركبة جهاز السي بي ام للبيشنت عشان يعمل له الني فليكشن اكستنشن، طيب يعني مرة واحدة فليكشن مع اكستنشن دي تعتبر one cycle. طيب جهاز السي بي ام بيعمل الفليكشن والاكستنشن ده في فترة قد ايه؟ يعني فليكشن اكستنشن واحدة في فترة قد ايه؟ بيقول لي ممكن من 45 ثانية لحد 2 دقيقة، وده يعني وقت كويس جدا، يعني وقت كويس جدا بالنسبة للبيشنت ان هو يعمل فليكشن، يتعمل له بس في رينج اوف موشن فليكشن واكستنشن، يبدأ من اول 45 ثانية لحد 2 دقيقة.
رابع حاجة عندي الاماونت اوف تايم، يعني الوقت اللي بحطه على السي بي ام، ممكن احطه يعني مثلا انا بعمل له الوقت ده قد ايه، بحطه على الجهاز ده لفترة قد ايه. بيقول لي ممكن احطه على الجهاز 24 ساعة، يعني 24 ساعة فيه بس في رينج اوف موشن، او ممكن احطه لمدة ساعة 3 مرات في اليوم، يعني 3 مرات كل مرة بحطه ساعة، ساعة واحدة على الجهاز السي بي ام. طيب في الفترة بقى اللي انا مش حطاه على جهاز السي بي ام، يعني انا حطيته 3 مرات، 3 مرات في اليوم كل مرة ساعة. طيب الفترة اللي هو مش محطوط فيها على جهاز السي بي ام اسيبه؟ لا، هبدأ اشتغل عليه فيزيكال، الفيزيكال ثيرابي بتاعي على حسب بقى البروجرام اللي انا حطاه للبيشنت بتاعي. اهو الفيزيكال ثيرابي تريتمنت بأبدأه اول ما يكون البيشنت مش محطوط على جهاز السي بي ام. طيب انا عرفت دلوقتي ان انا بحط البيشنت فترة قد ايه، وعرفت كمان السايكل الواحدة بتكون مدتها قد ايه. طيب التريتمنت بتاعي بيمتد فترة قد ايه؟ يعني بسيبه مثلا ايه، شهر، يوم، يومين، بستعمله قد ايه؟ لا، انا بستعمل الجهاز ده حوالي اسبوع ويمكن اقل كمان من اسبوع. يبقى انا ببدأ احط البيشنت الجهاز ده اسبوع ويمكن اقل من اسبوع. وكمان انا ممكن اخلي استعمل الجهاز ده لحد ما اوصل للرينج اللي انا عايزه، يعني مش مجرد بس ان انا بسيبه اسبوع، لا انا ممكن اطول عن اسبوع لحد ما الرينج اللي انا عايزه البيشنت يقدر يوصل له. اخر حاجة خالص نختم بيها المحاضرة، السي بي ام ماشين ار ديزايند. بيقول لي ان الجهاز السي بي ام ده مصمم ان انا استعمله لاستخدامات كتيرة، يكون متحرك، مش اللي هي الاجهزة التقيلة اللي انا ما اقدرش احركها، لا واقدر اتحكم فيه ويكون متعدد الاستخدامات. يعني كلها المحاضرة كلها كان كلام نظري، يعني اتمنى تكونوا فهمتوها، حاولت ابسط الموضوع يعني على قد ما اقدر، وشكرا لكم.